لي اخبار الامتحان ايه النهارده؟ الحمد لله كويس، يعني الحمد لله حاجه حلوه. في اي اسئله كانت صعبه او انت فاهمها؟ هو الحمد لله الامتحان في مستوى طالب يعني متوسط، عايز طالب يذاكر شويه، لكن هو اللي بيذاكر شويه وبيدق حلو شويه ان شاء الله يقدر اصلا يقفله، يوصل ان شاء الله مرحله حلوه فيه الحمد لله. لو قول الامتحان في مستوى طالب العادي ولا متوسط؟ متوسط يعني. مع كم سؤال تقريبا كان لفه او غير مباشر؟ هو السؤال او اتنين يعني، ما يجيبهمش واحد بس، يعني محتاج واحد بيذاكر شويه من غير استهتار في المذاكره يقدر ان شاء الله يجيبهم سهله يعني الحمد لله. هو كان لف فيهم حاجه بسيطه يعني الحمد لله. طيب قول لي الوقت كان كافي بالنسبه لك؟ الحمد لله الامتحانات كلها كويسه، ما عدا هم امتحانين اتنين ما كانش الوقت كافي فيهم، اللي هي الرياضه التطبيقيه الاستيكا والديناميكا، دول اصلا مفترض الازهر يخليهم 3 ساعات بس هو خلاهم ساعتين، وللاسف احنا بنخلص يا دوب في اخر الوقت مش بنلحق نراجع او كده. لا دي لسه ما كنتش يعني اشوف لسه، ممكن اكمل حفظ القران وكده وادوس فيه، وبعد كده لو في شغل او حاجه بسيطه ممكن اشتغلها عادي. ناوي تدخل كليه ايه؟ انا شخصيا نفسي في طب بصراحه ان شاء الله. طب بشري، انا بحب الاحياء جدا. الحمد لله امتحان التفسير كان كويس، والاسئله معظم الاسئله جايه مباشره ما فيهوش حاجه صعبه. الأسئلة كلها كانت مباشرة الحمد لله، مفيش حاجة وقفت قدامي، حليتهم كلهم يعني سهل الحمد لله. يعني مستوى الطالب العادي ولا المتوسط؟ هو تحت المتوسط بشوية. الوقت كان كافي بالنسبة لك؟ الوقت كافي وكويس جدا. قول لي ناوي تعمل ايه بقى بعد ما تخلص؟ اتمشى شوية مع أصحابي وبعدين نروح ننام. هتعمل ايه في الأجازة؟ مش عارف لسه مقررتش. طيب لسه في الكلية ايه؟ انا عايز اخش كليه هندسه ان شاء الله عشان انا بحب الرياضه، عايز اخش هندسه. والله الامتحانات حلوه الحمد لله، يعني كان فيها شويه تريكات صعبه بس الحمد لله الامتحانات عدت على خير الحمد لله. امتحان النهارده كان فيه كام سؤال مش كتير، الامتحانات عامه فيها اسئله عليا واسئله متوسطه واسئله كويسه، فيها اسئله بتحتاج تفكير اكيد، امتحان سنه زراعيه فاكيد فيها اسئله بتحتاج تفكير، فبس مش كتير يعني كام تقريبا؟ مش بعد والله بصراحه، بس سؤال اسئله يعني مش كتير، يعني امتحان لو فكرت فيه شويه هتجيب السؤال. يعني صعوبه الاسئله اللي وقفت قدامك كانت ايه؟ يعني كان من بره المنهج؟ لا 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 مفيش حاجه من بره المنهج عامه، كله من الكتاب، كله من الكتاب، مفيش حاجه من بره المنهج خالص الحمد لله. يعني في المتوسط او اقل من يعني متوسط، اقل من متوسط شويه يعني، امتحان الطالب المذاكر يعني، لو انت مذاكر هتحل، لو مش مذاكر مش هتحل عادي يعني. الوقت كان كافي في امتحانات؟ في امتحانات لا، بس في حاليا امتحان التفسير كان الوقت كافي جدا كمان، بالعكس احنا خرجنا قبل نص الوقت يعني او بعد نص الوقت بشويه. لا 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 خالص خالص، كل الامتحانات يا اما في امتحانات متكرره وفي اسئله ما بتتكررش بس اسئله سهله يعني. والله ما اعرفش لسه يعني، استنى النتيجه يعني، مش هعمل حاجه تانية، استنى النتيجه ان شاء الله. والله انا حاليا نفسي اخش علوم، لو جت حاجه اعلى من علوم عادي، بس يعني اللي ربنا يريده يعني الحمد لله.